بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد بنا اللقاء في الحلقة العاشرة لمادة التوحيد للمستوى الأول بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. ذكرنا في الحلقة التاسعة أصول الإيمان، ذكرنا أن أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر. لعلنا من بداية هذه الحلقة أن نتكلم على هذه الأصول بشيء من التفصيل، إذ هي أصول العقيدة الصحيحة. وقد ذكرنا فيما سبق أن عقيدة المسلم لا تصح إلا باستكمال هذه الأصول الستة. نبدأ أولا بالأصل الأول الذي هو الإيمان بالله. كيف يكون الإنسان مؤمنا بالله؟ هل قول الإنسان أنا مؤمن بالله كافيا في تحقيق هذا الأصل العظيم؟ نقول الإيمان بالله لا يتحقق إلا بالإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة. وهي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فإذا حقق الإنسان أنواع التوحيد وآمن بها صح إيمانه بالله عز وجل. فإذا أخل بشيء منها اختل إيمانه بالله. ولا شك أن الإيمان بالله هو أعظم أصول الإيمان. ولهذا كما ذكرنا في الحلقات الأولى أنه أطلق على هذا العلم، علم العقيدة، علم التوحيد، لأنه أشرف مسائل علم العقيدة توحيد الله عز وجل، وأعظم مسائل العقيدة توحيد الله عز وجل. إذن الإنسان يحقق الإيمان بالله عز وجل إذا حقق أنواع التوحيد الثلاثة. فإذا آمن بربوبية الله عز وجل وآمن بأسمائه وصفاته لكنه كذب بتوحيد الألوهية، فهل يصح إيمانه بالله؟ كلا. إذا آمن بربوبية الله عز وجل وبألوهيته لكنه كذب بأسمائه وصفاته، هل يكون مؤمنا بالله؟ لا. لو افترضنا أنه آمن بربوبية الله وبألوهيته سبحانه وبأسمائه وبصفاته لكنه كذب بصفة من صفاته التي ثبتت في الكتاب والسنة أو ثبتت في أحدهما، يقال اختل إيمانه بالله. إذن ننتهي إلى خلاصة، إلى أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بهذه الأمور الثلاثة، وسنأخذها الآن واحدا واحدا على وجه التفصيل. فنأخذ النوع الأول الذي هو الإيمان بربوبية الله عز وجل. قبل أن نذكر الكلام على الإيمان بربوبية الله عز وجل، قد يقول قائل: ما دليلكم على أنواع التوحيد الثلاثة هذه؟ من قال لكم أن الإنسان لا يكون مؤمنا بالله عز وجل إلا بعد أن يؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة؟ يقال:
لما نظر أهل العلم في نصوص الكتاب والسنة وفي دلالاتهما وجدوا أن الإيمان بالله عز وجل يدور على الإيمان بهذه الأمور الثلاثة، وسواء جعلنا التوحيد ثلاثة أقسام كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، فممن قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد، الإمام ابن بطة وغيره، أو قسم التوحيد إلى قسمين: توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب. لا يضر، هذا تقسيم علمي، تقسيم منهجي، المطلوب تحقيق أنواع التوحيد الثلاثة. ننتقل إلى توحيد الربوبية الذي هو النوع الأول. ما المراد بتوحيد الربوبية؟ ما تعريف توحيد الربوبية؟ متى يحقق الإنسان توحيد الربوبية؟ متى يكون مفردا لله عز وجل في ربوبيته؟ الجواب: توحيد الربوبية عرفه أهل العلم بأنه بعبارة مختصرة إفراد الله عز وجل بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، مثل أفعال الله عز وجل كثيرة، كثيرة جدا، مثل الخلق فعل لله عز وجل. فمن لوازم توحيد الربوبية أن تفرده في الخلق، بمعنى لا خالق إلا الله. الرزق أن تعتقد أنه لا رازق إلا الله، الإحياء، الإماتة، النفع، الضر، إنزال المطر، إنبات النبات، إلى غير ذلك من خصائص الربوبية. إفراد الله، أن تفرد الله عز وجل، أن تعتقد أن الله وحده له هذه الأفعال، لا يشاركه فيها أحد كائنا من كان. فمن اعتقد أن هناك من يخلق مع الله أو يرزق مع الله أو ينفع مع الله أو يضر مع الله فقد اختل عنده جناب توحيد الربوبية. ومن أهل العلم من يعرف توحيد الربوبية بأنه الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الخالق، وأنه وحده هو الرازق، وأنه وحده هو المميت، وأنه وحده هو النافع الضار، إلى غير ذلك. هذا هو توحيد الربوبية الذي من حققه حقق جانبا من التوحيد، حقق جزءا من الإيمان بالله. الأدلة على هذا النوع الذي هو توحيد الربوبية، الأدلة كثيرة. لكن يمكن أن تقسم إلى أربعة أقسام: دلالة الشرع القسم الأول، دلالة العقل، دلالة الفطرة، دلالة الحس. لو أخذنا دلالة الشرع، القرآن مليء بالأدلة على ربوبيته سبحانه. الحمد لله رب العالمين دليل على توحيد الربوبية، مالك يوم الدين دليل على توحيد الربوبية،
الشاهد الأدلة من الشرع من الآيات، القرآن مليء بالأدلة على إثبات ربوبيته سبحانه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، له جميع الخلق والأمر، لا يشاركه أحد في ذلك، هل من خالق غير الله؟ ولن نقف كثيرا عند دلالة الشرع، لأنه كما ذكرت الأدلة كثيرة. أما دلالة العقل فإن الله سبحانه أشار إلى مجموعة من الأدلة العقلية في كتابه سبحانه الدالة على ربوبيته، من ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر قوله سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا دليل عقلي على إثبات ربوبية الله سبحانه. أم خلقوا من شيء؟ هل خلقوا من غير شيء؟ الجواب لا. إذن هل هم الخالقون لأنفسهم؟ الجواب أيضا هذا مستحيل عقلا. الأمر الأول أن العقل يحيل أن يوجد الشيء بلا موجد، ولهذا لو قيل لبعض الناس هذا القلم وجد صدفة دون أن يصنعه أحد لقيل له أنت مجنون وفي عقلك خلل. طيب هذا أمر بسيط جدا، فكيف بالإنسان؟ فكيف بالسماوات؟ فكيف بالأرض؟ فكيف بالكون؟ أم خلقوا من غير شيء؟ هذا مستحيل عقلا أن يوجد الشيء بلا موجد. طيب ممكن أن يكون الشخص هو الذي أوجد نفسه، أم هم الخالقون أي الموجدون لأنفسهم؟ وهذا أعظم استحالة، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون موجود معدوم في آن واحد، لأنه يستلزم من إيجاده لنفسه أن يكون موجودا وهو معدوم، ولا يمكن أن يكون الموجد له مخلوقا من جنسه، لأنه يلزم التسلسل. إذن الجواب لا بد لهم من خالق خلقهم متصف بالكمال سبحانه وتعالى، هذا دليل العقل. ولهذا اجتمع مجموعة من الملاحدة لمناظرة أبي حنيفة رحمه الله في إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى، في إثبات وجود الله عز وجل، فتأخر عليهم في الميعاد المضروب بينهم وبينه، ثم لما حضر قالوا له تأخرت، قال لقد رأيت عجبا، رأيت مركبا في دجلة رسى بنفسه من دون ربان يقوده، وحمل البضائع بنفسه ثم سار بنفسه إلى الشاطئ الآخر ورسى بنفسه وفرغ حمولته بنفسه، فقالوا له هذا مستحيل، وإن كنت تصدق بهذا الأمر ففي عقلك خلل. فقال لهم سبحان الله، هذا مستحيل في مركب صغير محدود، فكيف يجوز أن يقال أن هذا العالم يسير بنفسه ويدبر نفسه
من غير مدبر ومن غير خالق، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الآن أنتم أحلتم هذا الشيء، أحلتم هذا الشيء عقلا في مخلوق بسيط، فكيف بهذا الكون؟ ولما سئل الأعرابي كيف عرفت ربك؟ قال سبحان الله، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، إن الأثر يدل على المسير، وإن البعرة تدل على البعير. هذه السماء بأبراجها وأفلاكها ونجومها، وهذه الأرض بسهولها وجبالها وفجاجها وبحارها، ألا تدل على وجود اللطيف الخبير؟ ولهذا اتساق وانتظام أمر العالم دليل عقلي على إثبات أن لهذا العالم خالق مدبر. والأدلة العقلية كثيرة، هذه أمثلة فقط على إثبات ربوبية الله عز وجل بالعقل. أما إثبات ربوبيته سبحانه وتعالى بالفطرة فقد أشار الله عز وجل إلى هذا الأمر، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولهذا الخلق مفطورون على إثبات وجود الله عز وجل. والفطرة أمر مركوز في الخلق لا يمكن إنكاره أو جحده. ولهذا قد يجحد الإنسان بلسانه وينكر بلسانه وجود الله عز وجل وربوبية الله عز وجل، لكن فطرته تأبى وتغالب إنكاره هذا. فأعظم من عرف بإنكاره وتجاهله للخالق هو فرعون عليه لعنة الله، قال صراحة للناس ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. أراد أن يصارع فطرته لكن أبت فطرته إلا أن تظهر على حقيقتها. فلما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وهذا أعظم من عرف بإنكاره وتجاهله للخالق. أما النوع الرابع من أنواع الأدلة الدالة على إثبات ربوبية الله عز وجل فدلالة الحس، ويضرب بعض أهل العلم أمثلة على هذا، يقولون تظهر دلالة الحس في أمرين. الأمر الأول آيات الأنبياء ومعجزات الأنبياء، أدلة حسية على إثبات ربوبية الله عز وجل. فلو لم يكن هناك رب موجود ما استطاع الأنبياء أن يأتوا بهذه الخوارق. كون هذا البحر المتلاطم يكون في لحظة واحدة طرقا معبدة، هذا أمر مستحيل لو لم يكن هناك رب أجرى هذه الآية على يدي موسى عليه الصلاة والسلام. وآيات الأنبياء كثيرة،
فهذه صورة حسية ملموسة مشاهدة على إثبات ربوبية الله. لماذا جرت هذه الخوارق على يد هذا الشخص ولم تجري على يد ذاك الكذاب المتنبئ؟ هذا يدل على أن هناك رب يسرها وسخرها لهذا المخلوق الذي هو الرسول ومنعها عن بقية الناس. الصورة الثانية من صور دلالة الحس على إثبات ربوبية الله إجابة الدعاء. إجابة الدعاء صورة حسية واضحة مشاهدة عيانا على إثبات وجود الله عز وجل. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاع العيال، فادعو الله عز وجل أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول راوي الحديث: فما والله ما في السماء من جزعة ولا سحابة، يعني السماء صافية، فثارت سحابة ثم كما في الحديث انتشرت، وما خرج الناس من المسجد إلا وقد نزل المطر، واستمر المطر أسبوعا. لما كانت الجمعة الثانية دخل هذا الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله، وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وانهدم البناء، فادعو الله عز وجل أن يرفعه عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال ومظالم، إلى آخر الحديث، ومنابت الشعر، إلى آخر الحديث. فتمزق السحاب فخرجوا يمشون في الشمس. هذه الاستجابة الفورية لهذا الدعاء يدل على أن هناك رب استجاب هذا الدعاء فظهرت نتيجة هذا الدعاء. قد يقول قائل: هذا رسول الله. نقول: حتى في عموم الخلق قد تنقطع السبل بالشخص و تتلاشى أمامه جميع الوسائل الحسية والوسائل المعتادة، فيرفع يديه إلى الله عز وجل فيسأله سؤال المضطر، فتأتي الأمور على خلاف المعهود. وكم سمعنا وسمعتم أن إنسانا انقطعت به السبل في الصحراء في مكان وفي وقت لم يكن معهود أن يرى السحاب فضلا أن ينزل المطر، فيرفع هذا المسكين يديه إلى الله عز وجل ويبتهل بين يديه ويمرغ وجهه لله عز وجل ويسأله أن يغيثه، فيتكون السحاب وينزل المطر ويشرب هذا الشخص. فلو لم يكن هناك رب موجود لدعا الإنسان ودعا ودعا، لأنه كما يقول الملاحدة: أصلا هذه الأمور تخضع لنواميس ثابتة، ما تتغير ولا تتبدل. فإجابة الدعاء دليل حسي على إثبات وجود الله عز وجل. هذه بعض الأدلة الدالة
على النوع الأول من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الربوبية. بقي عندنا بعض المسائل المتعلقة بهذا النوع، لعلنا نرجئ الكلام عليها في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.